في جلسته الاعتيادية، البرلمان يصوت على تعديل قانون الملاك ويجري القراءة الأولى لقانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي. أبناء الحكمة يحيون الذكرى السابعة لتأسيس تيارهم، 100 عام من الإنجاز الوطني ودعوة لمواصلة الخدمة في طريق الإصلاح. رئيس الوزراء يوجه بحسب جميع التعارضات الخاصة بتنفيذ مشاريع مداخل بغداد، والإعمار تعلن عن مشاريع سكنية. بدء الاستعدادات الخدمية والأمنية لزيارة 40، ووزير الداخلية في ذي قار لمناقشة خطط تأمين الزيارة. أهلا بكم. هنأ رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي شريحة الموظفين بالتصويت على مشروع قانون التعديل 21 لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960. وأكد المندلاوي أهمية قانون الملاك في معالجة المشاكل المتعلقة بترفيع الموظف أو إشغاله وظيفة أعلى من وظيفته، إضافة إلى تثبيت نصوص واضحة حول الوظائف الخاصة. وقال المندلاوي خلال ترأسه اليوم الأربعاء لجلسة التصويت على مشروع قانون الملاك أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين عبر إضافة عناوين وظيفية جديدة، فضلا عن ضمانها لحقوق الموظف في الترفيع من خلال استمراره بنفس عنوانه الوظيفي وصولا إلى الدرجة التي يستحقها قانونا. رفع مجلس النواب جلسته التي عقدت برئاسة النائب الأول ورئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي بعد التصويت على تعديل قانون وإنهاء القراءة الأولى لعدة قوانين. الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان أن مجلس النواب صوت على مشروع التعديل 21 لقانون الملاك، لافتة إلى أن المجلس صوت أيضا على تشكيل لجنة نيابية تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابي. وأضافت أن المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، فيما أجل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية. وأشارت إلى أن المجلس أجل القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم ورفع المجلس جلسته. هنأ النائب الأول ورئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي شريحة الموظفين بالتصويت على مشروع قانون التعديل 21 لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، وأكد المندلاوي أهمية القانون في معالجة المشاكل المتعلقة بترفيع الموظف أو إشغاله وظيفة أعلى من وظيفته، إضافة إلى تثبيت نصوص واضحة حول الوظائف الخاصة. وقال المندلاوي إن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين. يشار إلى أن قانون الملاك يختص بتحديد أعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية. وصدر القانون أول مرة في العام 1956 ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرى عليه أكثر من 20 تعديل على مر الحكومات المتعاقبة على العراق. ثمن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مضي مجلس النواب بالقراءة الأولى لقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي. الفياض ذكر في بيان أن هذا القانون قد تم إعداده ودراسته من قبل متخصصين في هيئة الحشد الشعبي بشكل مستفيض، وقد تم التصويت عليه بالإجماع
في مجلس الوزراء لافتا إلى أن هذا القانون سيضمن إنصاف المجاهدين من ناحية الواجبات والحقوق تحت مظلة القانون وإمرة القائد العام للقوات المسلحة، فيما دعا مجلس النواب للمضي قدما في تشريع القانون خدمة للأبطال المجاهدين ووفاء لتضحيات الجرحى ودماء الشهداء الخالدين. التلاعب بجداول الموازنة الاتحادية للعام الحالي أثار جدلا واسعا بين الأوساط السياسية والنيابية. النائب عن قوى الدولة علي شداد أكد اطلاعه على كتاب مرسل من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان مضمونه وجود تباين وتفاوت بالأرقام وبعض الفقرات الخاصة بجداول الموازنة، مشيرا إلى أن كتاب مجلس الوزراء أكد أنه أصبح هناك ثلاث نسخ من جداول الموازنة كل واحدة منها يختلف عن الآخر. وأظهرت وثيقة صادرة من رئاسة مجلس النواب إجابة من رئاسة المجلس إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء يؤكد على أن القرار النيابي بالتصويت على جداول الموازنة جاء كما وردت الجداول من مجلس الوزراء، وجاءت إجابة رئاسة البرلمان على مكتب رئيس الوزراء بعد كتاب وجهه مكتب السوداني إلى رئاسة البرلمان يكشف عن وجود ثلاث نسخ مختلفة لجداول الموازنة. نواب أعربوا عن تفاجئهم بالحديث عن وجود ثلاث نسخ من جداول الموازنة، مؤكدين أن رئاسة مجلس النواب ستحسم هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة. تقرير صباح حكيم. تزوير أم تلاعب أم هو تخفيض لأموال جداول الموازنة المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب، وتشير المعلومات إلى وجود اختلاف قد يتجاوز 10 تريليونات بأرقام ما رصد من أموال في جداول الموازنة المرسلة من مجلس الوزراء لمجلس النواب، والتي أصبحت لها نسخ ثلاث كل واحدة تختلف عن الأخرى. النسخة المرسلة من مجلس الوزراء والمصوت عليها في مجلس النواب، والثالثة هي التي أرسلت إلكترونيا بقرص مدمج محتواها يختلف عن ما طبع ورقيا في مجلس النواب. فوجئنا وللأسف أن هناك ثلاث نسخ، يعني هناك تعارض. مجلس الوزراء يقول هذه النسخة التي طرحت اليوم هي ليس النسخة اللي أرسلناها لمجلس النواب، واللجنة المالية تقول أن هناك فرق، لكن احنا اللي صوتنا عليه حقيقة أنه زيادة تريليونين اثنين لكل المحافظات، لأن كان هناك للأسف تنزيل. تفاصيل القصة كشفتها تصريحات لأعضاء في مجلس النواب والكتاب المرسل من رئاسة المجلس التشريعي لمجلس الوزراء، ردا على كتاب سابق من مجلس الوزراء لرئاسة البرلمان أشار فيه مكتب السوداني على إن القرار النيابي ذكر التصويت والموافقة على الجداول كما وردت من مجلس الوزراء دون أي تغيير. جمع التواقيع اليوم فيما يخص هذا الموضوع، ولكن للأمانة باعتبار رئيس لجنة تعديل قانون 40 وزارة التعليم العالي حينما تابعت موضوع وسلسلة هذا التشريع حصلت نسخ متعددة بسبب تعدد الموظفين وتعدد الشعب. أعتقد أن مجلس النواب والرئاسة سوف تحسم الموضوع خلال الأيام القادمة وستوحد النسخة النهائية. اللجنة المالية النيابية شكلت لجنة للتحقيق وكشف التلاعب، وتكمن خطورة هذا الموضوع باحتمالية إعادة الموازنة لمجلس النواب مرة أخرى، ما يسبب الضرر الكبير للشعب العراقي الذي انتظر لأشهر إقرار موازنة عام 2024 الذي لم يبقى منه سوى 5 أشهر، ولن تتمكن الحكومة من الاستفادة من أموال الموازنة في مشاريعها لقرب نهاية السنة. صباح حكيم، الفرات. والمزيد حول هذا الموضوع يضم معنا مباشرة من العاصمة بغداد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي. سيد الكاظمي، نرحب بك معنا في المرصد الخبري. لنبدأ مما انتهى منه التقرير، وهو جدول وجداول الموازنة التي أثارت طبعا جدل واسع. ما هي حقيقة التلاعب في هذه الجداول، ومن هي الجهة المسؤولة عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. طبعا كما ذكر في التقرير أن جداول الموازنة التي وصلت من مجلس الوزراء وأقرت داخل قبة البرلمان في 2/6/2024 هي نفس الجداول الحكومية، ولذلك الكتاب الذي وصلنا قبل أيام من مجلس الوزراء بأن الجداول التي أحيلت بعد التصويت إلى مكتب رئيس الوزراء فيها اختلاف عن الجداول التي أرسلناها لكم، وهذا الاختلاف فيه فرق كبير في بعض البنود بعض الأبواب، بحيث أن الموازنة هي 211 تريليون الإنفاقات، بينما الجداول التي أرسلت من رئاسة مجلس النواب تقرأ 226، يعني فرق 15 تريليون، وهذا مبلغ كبير. فلذلك كان هناك جدول مقارن وصلنا من مكتب رئيس الوزراء، مثلا البطاقة التموينية مزيدية 5 تريليون، الإيرادات النفطية 5 تريليون، الموضوع الرسوم مقللين من عدها 5 تريليون، وهكذا بالنسبة لوزارة الكهرباء ضايفي لها إضافات وبعض المحافظات. لذلك هذه الزيادات هي خلافا لجداول التي صادق عليها مجلس النواب ومن أرسلها. من يقف من سيد الكاظمي خلف هذه الزيادات؟ من يقف خلفها؟ نحن في اللجنة المالية ليس لنا أي دور بهذا الخصوص، باعتبار قدمنا الجداول المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء وصوتنا عليها أنه نمررها على حالها بدون أي تغيير، وداخل قبة البرلمان وافق المجلس عليها، وعند الموافقة المفروض من يرسلها هي رئاسة مجلس النواب. رئاسة مجلس النواب وقعت على الجداول التي فيها تغييرات وفيها تلاعب، فكيف جرى وتم تقديم هذه الجداول لرئاسة المجلس ورئاسة المجلس وقعت على كتاب وأرسلته إلى مجلس الوزراء والكتاب يقرأ أنه نرسل لكم هذه الجداول كما أرسلتموها إلينا؟ بعد هذه الجلبة ما هو الحل؟ كيف يمكن أن تخرج الموازنة بشكلها الصحيح برأيك؟ طبعا أنا أطمئن شعبنا، ماكو أي تخوف ولا أي ضرر مالي حصل، باعتبار أن مجلس الوزراء يلتزم بالجداول التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس النواب، والتي هي نفس الجداول التي بلغتنا من الحكومة. لذلك الآن الحكومة دا تشتغل شغلها وتصرف فلوسها وتمول المحافظات وتمول الوزارات على أساس الجداول الصحيحة وليس المتلاعب بها، فلا توجد هناك أي مشكلة من حيث الضرر المالي أو الاختلاس لا سامح الله، ولا توجد هناك مشكلة تعطل عمل الحكومة. الحكومة منطلقة في عملها، والمفروض بوزارة المالية ما تعطل تخصيصات الوزارات والمحافظات بهذه الحجة. وفي اللجنة المالية تم تشكيل لجنة للتحقق من هذا الموضوع، وفاتحنا رئاسة مجلس النواب يابا أنتوا الجداول التي أرسلتوها إلى مجلس الوزراء أعطونا نسخة من عندها، هاي اليوم 20 يوم ولم تسلم لنا نسخة من الجداول التي أرسلت من رئاسة المجلس إلى مجلس الوزراء. طيب سيد الكاظمي، خلينا ننتقل وياك لموضوع آخر أيضا مهم، القانون الملاك. شنو أهمية هذا القانون سيد الكاظمي؟ شنو اللي راح يستفيد من الموظف الحكومي برأيك؟ كثير من الوزارات فيها تسكين للدرجات، باعتبار لا توجد هناك توصيفات وظيفية تعطي الحرية للدائرة بحيث تحول هذا الموظف إلى عنوان آخر وعلى أساسه يكون الترفيع. فلذلك في التعديل الذي جرى لقانون الملاك والمصادقة التي جرت اليوم من قبل مجلس النواب،
سيجعل الوزارات لهم الحرية في توصيفات وظيفية جديدة التي كانوا يحتاجونها في الوقت السابق، باعتبار أن اللجنة المالية جمعت ما يحتاجونه من توصيفات وظيفية من كل الوزارات، آخرها اليوم وزارة الصحة كذلك أرسلت أربع عناوين أضفناها في اللحظات الأخيرة وتم المصادقة عليها. وهذا القانون قانون تعديل الملاك سيخدم شريحة واسعة من الموظفين، ولكنه لا يزيد درجات وظيفية، يعني لا يتم التصور أن هناك درجات وظيفية جديدة، طيب. وإنما توصيف وظيفي جديد لعناوين في الوزارات المختلفة. توصيف وظيفي، هذا القانون يجرنا أيضا للحديث عن قانون سلم الرواتب، هل برأيك هناك جديد بشأنه خصوصا بعد المطالبات الشعبية؟ طبعا هذا الموضوع هو عائد إلى الحكومة، يعني قضية سلم الرواتب أمانة مجلس الوزراء أعتقد قبل عام 22 شكلت لجنة، وهذه اللجنة مؤلفة من وزارة المالية، وزارة التخطيط، ديوان الرقابة المالية، مجلس الخدمة الاتحادي، واللجنة خرجت بسلم رواتب جديد يخدم الدرجات الدنيا من العاشرة إلى الخامسة في وزارات رواتبهم متدنية. وهذا المقترح احنا في اللجنة المالية فقط استضفنا هذه اللجنة المكلفة للاطلاع على على إنجاز ما توصلت إليه، ما طيب. توصلت إليه قدمته إلى الحكومة لغرض المصادقة عليه. عدد الموظفين كان 3 ملايين و200 ألف موظف، بعد عام 2023 أصبح عدد الموظفين 4 ملايين و100 ألف موظف، فكان لزاما على الحكومة احتساب السيولة والتمويل اللازم لتطبيق طيب. هذا السلم الجديد، والموضوع هو بعهدة الحكومة الاتحادية. سيد معين، راح انتقل وياك أيضا إلى ملف وموضوع مهم يشغل الشارع العراقي، يشغل الأروقة السياسية، وهو انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد. أين وصل هذا الحراك؟ هل هناك نية خالصة جدية من قبل الكتل السياسية لإنهاء هذا الملف؟ طبعا كما تعلمون أن العرف الذي جرى في العملية السياسية أن منصب رئيس مجلس النواب هو للمكون السني، وكما أن منصب رئيس مجلس الوزراء للمكون الشيعي، المكون الشيعي من خلال إطار التنسيقي الذي يمثل المرجعية السياسية للشيعة اتفق على اختيار السيد السوداني وشكل الحكومة، والحمد لله هناك عمل يجري بشكل دؤوب في مختلف المفاصل لتقديم الخدمات، وأصبحت حكومة الخدمة الوطنية. بالنسبة لمنصب رئيس مجلس النواب فهو بعهدة الكتل السياسية السنية داخل مجلس النواب، ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر. لحد الآن لم يستطع أي مرشح من مرشحيهم أن يحصل على الأغلبية المطلقة، يعني النصف زائد واحد، مما أدى إلى عدم تمرير عضو مجلس نواب أو رئيس لمجلس النواب. هناك مقترحات قدمت من بعض الكتل السياسية من حزب تقدم أن يتم ترشيح لكل كتلة، هناك تقريبا 3 جهات سنية أساسية، كل جهة ترشح 2 أو 3 من أكبر السن لدى هذه الجهة، ويترك الخيار جيد. لمجلس النواب لاختيار أحدهم جيد. هذا لحد الآن لم يتم الاتفاق عليه. عضو اللجنة المالية النيابية السيد معين الكاظمي، كنت معي ضيفا كريما من بغداد، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. قال الباحث في الشأن السياسي غسان العثاوي خلال استضافته في برنامج كلام حر إن حزب تقدم ما يزال يحافظ على استحقاقه لتسلم منصب رئاسة البرلمان، وأغلب القناعات السياسية تتجه نحو الاستحقاق الانتخابي للحزب. في دائرة حزب تقدم أي مقترحات جديدة لم تخرج بنتيجة معينة، وخاصة أن القوى المعارضة قبل يومين كان لديها اجتماع للتأكيد على يعني
ترشيح السيد سالم المطروة حقيقة له كل الاحترام والتقدير، وشخصية محترمة وهو صديقي، ولكن تبقى التوافقات السياسية هي سيدة الحكم وكلمة الفصل ما بين القوى وبالأحرى القوى الأخرى في المكونات الأخرى، وهل تمثل الأغلبية العددية في البرلمان العراقي الإطار التنسيقي والقوى. أكد نائب عن تحالف قوى الدولة الوطنية علي شداد أن التحالف يحث على ضرورة حسم منصب رئيس البرلمان وإنهاء تعطيل الاستحقاق الانتخابي للمكون السني، كاشفا عن توجه داخل الإطار التنسيقي لتغيير النظام الداخلي لمجلس النواب. تحالف قوى الدولة نؤكد على حسم هذا الملف والإسراع في اختيار رئيسا لمجلس النواب. هناك بعد أن فشلت المحاولات السابقة من قبل القوى سواء كانت السنية أو القوى الأخرى التي تشارك في اختيار رئيسا لمجلس النواب، هناك مقترح مقدم لقوى الإطار بالحقيقة، وهو إعادة أو النظر في تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وهذا بالتأكيد سوف يؤدي إلى فتح باب الترشيح، وربما نجد هناك شخصيات جديدة تظهر على الساحة تقدم نفسها من أجل الحصول أو وصولها إلى رئاسة مجلس النواب. يحيي أبناء تيار الحكم الوطني الذكرى السابعة لتأسيس تيارهم العريق ومشروعهم الوطني الكبير الذي تمتد جذوره بأعماق التاريخ، التيار الجامع لكل أطياف وشرائح المجتمع العراقي والضارب بعمق 100 عام من الإنجاز والتحديات، كان وما زال هدفه السياسي طامحا نحو التعبير عن طموحات الشعب العراقي وتحقيق تطلعاته وأهدافه المشروعة في بناء دولة عصرية عادلة، والساعي اجتماعيا إلى توطيد وحدة واستقرار البلاد ونسيجها المتعدد، والهادف ثقافيا نحو ترسيخ قيم الإنسانية والإخاء والسلام وحفظ الهوية الإسلامية وإشاعة الروح الوطنية الأصيلة. أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد الحكيم على تمسك تيار الحكمة بنهج الوسطية والاعتدال واستثمار مقبوليته في خدمة مشروع الوطن. وقال السيد الحكيم في بيان بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس تيار الحكمة إن التيار كان وما زال وسيبقى مؤمنا بضرورة أن يكون العمل السياسي خالصا لله تعالى، وأضاف أن تيار الحكمة هو تيار الاعتدال والوسطية لإيمانه العميق بأن هذين المنهجين هما الطريق الأسلم والأصلح لتحقيق الاستقرار الذي بدوره يحقق الأمن والخدمات والتنمية. الحكمة بمشواره السياسي المحمل بإرث كبير من العطاء ولد كبيرا ليخاطب الأمة ويقف على معالجة أخطائها ويصحح مساراتها ويفتح أبوابه للجميع. نور السعيد. بعمر سياسي تجاوز 100 عام ونيف وتاريخ سطره الأجداد والآباء والأبناء بشرف وحكمة وسياسة، لم تخرج من مدرسة الاعتدال التي تحفظ الحقوق دون تجاوز أو انتقاص. الوسطية شعارهم الذي لا يساومون عليه، فالخسارة المرحلية لا تعني فشل الأهداف،
المستقبل أثبت دائما سلامة المنهج واستدلال قادته استراتيجيا، فمنذ فتوى تحريم قتال الكرد إلى معارضة النظام البائد وصولا لتشكيل النظام السياسي الجديد والوقوف بشجاعة بوجه تحدياته وهفوات سقوطه، وحتى في اللحظات العصيبة التي دائماً ما تختبر فيها النوايا يقف تيار الحكمة الوطني شامخاً كشموخ قادته ومؤسسيه ليخرج مع الجميع إلى بر يتمناه وينشده منذ 7 سنوات. مشروع سياسي ناضج يتشكل من كتل وطنية عابرة ومعارضة سياسية تتشكل من ذات التوصيف لتبدأ عجلة الإعمار وتنتهي أزمة عمرها أكثر من 4 عقود. في عراق يعيش فيه الجميع متشاركين بالقرار سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وليكون التنوع المذهبي والديني والقومي والعرقي في البلاد نقطة القوة وبوابة الانفتاح على العالم، فالحكيم من ينجح بإدارة هذا التنوع ويرتب باقة الأزهار هذه لتتناسب مع إمكانيات بلد اسمه العراق. وفي المواقف العصيبة والتحديات دائما ما تولد المشاريع الكبيرة، فالحكمة ولد كبيرا ليحتوي الوطن برجاله ونسائه وشبابه الذين هم عماد هذا المشروع وقادته، مشروع يخرج للأمة العراقية من المكاتب ليطرق أبواب الناس ويواجه مشاكلهم ويكون بوابة حلها أو نقلها للمعنيين، فالحكيم من يستشير أهله ويشاركهم عقولهم. تلقى رئيس التيار الحكمة الوطني ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم برقية تهنئة من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة الذكرى 7 لتأسيس تيار الحكمة الوطني. وفي نص البرقية جدد رئيس الجمهورية استعداده التام للتعاون في مختلف المجالات لتحقيق تطلعات الشعب العراقي في توفير الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة في جميع مرافق الحياة خدمة للعراق. من جانبه أكد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني رضا الحكيم أن تيار الحكمة مشروع وطني لبناء الإنسان والوطن والدولة. وقال الحكيم في تغريدة له بمناسبة الذكرى 7 لتأسيس تيار الحكمة الوطني إن التيار تأسس على أكتاف سماحة السيد الحكيم وشبابه وبني أركانه على مبادئ إسلامية وطنية قومت مساره ورصنت خطواته. هو مشروع لبناء الإنسان والوطن والدولة، وأن طابعه الاعتدال والوسطية، مشيرا إلى تبنيه مشاريع الشباب وطموحهم وتطلعاتهم. ومنذ انطلاقته الأولى اعتمد تيار الحكمة الوطني التزامه بنظام المؤسسات، فالحالة المؤسساتية تجسدت جلية في جميع مفاصل عمل هذا التيار. المزيد مع أحمد الزيدي. 7 سنوات مرت على تأسيس وانطلاق تيار الحكمة الوطني كتيار شعبي وسياسي شبابي يعمل وفق الأطر المؤسساتية لتحقيق الأهداف الوطنية في بناء دولة عصرية وقوية، لتكون انطلاقته عهدا جديدا للمشروع الوطني الشبابي معتمدا على الإرث الجهادي لأسرة آل الحكيم الممتدة لمئة عام والقيادة الحكيمة للحكيم القائد. حرص تيار الحكمة منذ بداياته على مأسسة مفاصله وآمن بالعمل المؤسساتي والتخصصات الدقيقة في إدارة شؤونه، إذ يتكون التيار من الهيئة العامة وتتكون من أكثر من 2000 عضو، والعمل جار على رفع هذا العدد. وتعتبر الهيئة العامة السلطة العليا للتيار وبرلمانه، ومن خلالها ترسم السياسات العامة.
كما يتكون التيار من القيادة، حيث تعتبر القيادة المركزية المتمثلة في سماحة السيد الحكيم وأعضاء المكتب السياسي الركيزة الأساسية التي تقود التيار وتحدد سياساته واستراتيجياته، وتتسم قيادته بخبرة سياسية واسعة وقدرة على التفاعل مع الأحداث والمتغيرات السياسية. ويضم المكتب السياسي مجموعة من القيادات المؤثرة في التيار، ويعمل على صياغة السياسات العامة وإدارة الحملات الانتخابية والتواصل مع القواعد الشعبية. ويتم انتخاب أعضاء المكتب السياسي والبالغ عددهم 24 عضوا من قبل أعضاء الهيئة العامة. وتنبثق من الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني 8 لجان مركزية مهمتها إدارة مفاصل التيار، وهي اللجنة السياسية، ولها أدوار حيوية ومحورية في صياغة وتنفيذ السياسات العامة للتيار، بالإضافة إلى اللجنة الثقافية والإعلامية، حيث يعتبر الإعلام جزءا أساسيا من هيكلية التيار لتوجيه الرسائل الإعلامية والتواصل مع الجمهور عبر مختلف وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، فضلا عن اللجان الأخرى كاللجنة الأمنية ولجنة دعم المرأة واللجنة التنظيمية واللجنة الحكومية ولجنة العلاقات الخارجية. ولتنظيم العمل بين مفاصله، تحتوي الحكمة على هيكلية المكتب التنفيذي والتي تنظم العمل التياري داخل وخارج مفاصل الحكمة، وفيه العديد من القيادات التنفيذية العامة بروح الفريق الواحد. وتشكل هذه المفاصل جزءا حيويا من بنية تيار الحكمة الوطني، وتساهم في تحقيق أهدافه ورؤيته من خلال التنسيق الفعال بين هذه المكونات. لقناة الفرات، أحمد الزيدي، بغداد. والمزيد مشاهدين حول هذا الموضوع، ينضم معنا في استوديو المرصد الخبري هاشم الحسناوي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني. نرحب بك معنا أستاذ هاشم. أهلا بك. سبعة أعوام على تأسيس تيار الحكمة، ماذا حققتم خلال هذه الفترة؟ يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أستاذ مسلم ومشاهدي قناتكم الأفاضل. بطبيعة الحال بداية الحديث نبارك لقيادة وتنظيمات تيار الحكمة الوطني ولكل فواعل المشهد السياسي والاجتماعي بذكرى تأسيس السابعة لتيار الحكمة الوطني. هذه الذكرى التي كانت ولا زالت تمثل حالة اتساق حقيقي مع حجم المتغير الحاصل في المجتمع العراقي، وحجم المتغير الحاصل بطريقة بأولويات المشهد السياسي العراقي ما بعد 2003، وبالنتيجة تمثل نظرة استشرافية حقيقية لقيادة التيار ولسماحة السيد الحكيم بتعاطيه الموضوعي والمهني مع المتغيرات الأساسية للمجتمع العراقي وللنظام السياسي. وعطفا على ما قدمته الحكمة خلال سبع سنوات في المفاصل في اللحظات المفصلية للنظام السياسي، نعتقد بأنه ما تمثل أهمية هذه الذكرى بتأسيس لحزب سياسي أو تيار سياسي شعبي يتناسب مع حجم التحديات الواقعة على المجتمع العراقي، وبثيمة حقيقية، ثيمة الوسطية والاعتدال، في ظل محورية وتجاذبات الأحداث السياسية الحاصلة في المشهد العراقي. ولربما بنظرة سريعة واستذكار حقيقي لتفاصيل المواقف السياسية لتيار الحكمة في المشهد السياسي، نعتقد بأنه عمق تأثير الحكمة، العمق الحالة التأصيل الحقيقي بمرحلة التأسيس والمراكمة في قضية التاريخ السياسي لعائلة آل الحكيم الكرام ومنهج الحكمة ومشروعية الوسطية والاعتدال، تمثل الأهمية الحقيقية والبوصلة الحقيقية لحجم المنجز الذي تحقق للحكمة ما بعد مرحلة التأسيس. بعد مرحلة التأسيس أبرز التحديات خلال هذه الفترة التي واجهتكم؟ لربما هي أبرز التحديات هي الثبات على منهج الوسطية والاعتدال، وخصوصا عن شعار المنهج الدولة الذي تبناه السيد الحكيم، والحكمة في سلوكه السياسي، في خطاباته السياسية، في أدائه البرلماني، في ظل هنالك قوى سياسية تارة تتعامل مع النظام السياسي بطريقة براغماتية فوق مصالحها، وتارة تتعامل مع النظام السياسي وفق تصفية حسابات سياسية واستقطاب المجتمع.
نجد هو منهج الحكمة أن يكون ثابتا في ظل هذه التجاذبات وأن يقود الدولة ويقود المجتمع باتجاه أن ينظم العمل سياسيا، وهذا ما أكد عليه سماحة السيد الحكيم في تغريدته الأخيرة أن يكون منهج الوسطية والاعتدال والبوصلة الحقيقية في عمله السياسي. أكو نقطة مهمة أيضا بتيار الحكمة اليوم، عندكم تمكين الشباب ودعمهم دعم والمرأة أيضا كانت إحدى أهم متبنياتكم، متبنيات تيار الحكمة، كيف عملتم على تمكينهم؟ يعني بنظرة سريعة لحالة التحول التي حصلت في مرحلة التأسيس، هي كانت في تأسيس وعاء حقيقي أكبر يستوعب العدد الأكبر من المجتمع العراقي ويتناغم مع حجم المتغير الحاصل في المجتمع العراقي، ولربما المتغير الأهم اللي هو قضية المجتمع الشبابي للمجتمع العراقي الذي الشباب يمثل منه 70% والانفتاح على الشباب والشباب المختلف، الشباب المختلف في قضية في طريقة تفكيره في طريقة تعاملاته مع المشهد السياسي. لذا نعتقد كل مفاصل التيار وجنابكم في تقريركم أيضا ذكرتوا بأنه اللجان والمكتب التنفيذي والمكتب السياسي تجد الشباب والمرأة موجودين وبقوة حقيقة، الشباب السياسي المخضرم الذي مارس العمل السياسي منذ نعومة أظافره كما يقال في المشهد السياسي، وأيضا التمكين في المساحات الوظيفية نجد هنالك رجالات الحكمة من الشباب المهني في مواقع الدولة ممن تصدى في مراحل معينة وانعكست إيجابا على أدائهم. تحدثت قبل قليل شعار ومبدأ تيار الحكم الوطني هو الاعتدال وهو الوسطية، كيف هذا الأمر تبنيتموه وأنتم في ظل مواقف سياسية متذبذبة؟ كيف يمكن تعامل مع هذه السياسات؟ في مداخلتي السابقة نسيت أقول أنا أيضا مثل جزء من الشباب في التمكين الإعلامي، نسيت نفسي على العموم. نعم أتفق، كانت لربما هي التحدي الأخطر والأصعب في أن يكون هنالك الثابت على منهجه، وكما موجود في الهاشتاج اللي موجود على قناتكم ويثبت أقدامكم، كان هذا شعارنا في لحظة التأسيس أن نحافظ على منهجية الوسطية والاعتدال وأن نتمسك بعمامة الحكيم التي كنا ولازلنا نعتقد بأنها بر الأمان للمشهد السياسي بشكل عام. نعم كانت هنالك حالات التسقيط، كانت حالات الاتهام، ولكن رضا الله سبحانه وتعالى وأولوياتنا أن يكون عملنا خالصا لله وللوطن وللمجتمع العراقي كان هو الدافع الحقيقي للثبات بهذا المنهج. الأستاذ هاشم الحسناوي عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، كنت معي ضيفا كريما، شكرا جزيلا. قبل النهاية اليوم هم ذكرى مهمة تفضل. بالنسبة لي اليوم عيد ميلاد بنتي أيضا مع ذكرى تأسيس تيار الحكمة الوطن، ولذلك الفرحة فرحتي. شكرا جزيلا، إن شاء الله تدوم الفرحة عليكم وعلينا أجمعين إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ مسلم. في ختام المرصد الخبري نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.